وقت لوزارة الخارجية. إذا اعتمدتها على مسؤوليتها أنا بتعامل معها كورقة رسمية. مش أي ورقة بتجيني، يعني ورقة بتتعامل بمرونة شديدة، يعني مرونة واسعة جدا مع إخواننا التراكم. Hopefully after 13 September we will be a Palestinian state, Palestine state, and when we became that we will be like any other countries. You know, we have commercial attached, we will have information attack, etc. And as a counselor, you know, there will be a big job for our community there to serve. فبقترح انه يصير تعميم يا من طرفكم او من طرف وزاره التخطيط على هذه جميع المعاملات ان تستطيع. باسم وزاره التخطيط والتعاون الدولي اجدد الترحيب بكم ونترك الكلمه لمعالي الوزير لافتتاح هذه. تاتي في اطار الخطه، خطه المنظمه، خطه السلطه الوطنيه للإعداد لإعلان الدولة.